وللخوض أكثر في الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف الخبير في الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور نبيل كحلوش. أهلا بك دكتور. السلام عليكم أستاذ عصام، شكرا لك على الاستضافة. مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهديكم الكرام. أهلا بك. إذا دكتور، يطفو للعلن قلق أمريكي من مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن حول غزة. دكتور، كيف يمكن تفسير هذا القلق؟ هذا القلق من خلال سياقين، يمكن أن نفسره من خلال السياق الأول اللي هو سياق العلاقات الثنائية الأمريكية الجزائرية. فالولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا بأن النظام الدولي الراهن يعتمد بشكل كبير على التوازنات الإقليمية، فمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الإقليم المتوسط وكذلك إقليم الساحل والمغاربي يعتمد بالأساس على جودة العلاقات مع الدولة الجزائرية، باعتبار أن هذه الأخيرة قوة محورية في الإقليم. هذه النقطة الأولى. فلذلك إذا كانت هناك أي سلوكيات سياسية أمريكية تعارض التوجه الجزائري على مستوى مجلس الأمن الدولي، فسوف ينعكس على العلاقات الثنائية في الإقليم أيضا. إذن فلن تغامر الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذه المصالح المتبادلة والمشتركة. أما السياق الثاني فهو السياق الجيوسياسي. فبعد ارتفاع الزخم والضغط الكبير على الكيان الصهيوني، فإن واشنطن لا تستطيع حاليا أنها تضحي بتل أبيب، وترى بأن الدولة الجزائرية داخل مجلس الأمن الدولي تضغط من خلال السندات القانونية وكذلك الضغوطات السياسية. كيف ذلك؟ لأن الدولة الجزائرية قبل بضعة أيام كانت تنتظر مخرجات محكمة العدل الدولية باعتبارها جهازا من أجهزة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي هو الذي يعطي الصيغة التنفيذية والطابع الإلزامي لمثل هذه القرارات. فلذلك إذا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو أي حق النقض ضد هذا المشروع، مشروع وقف إطلاق النار، لا يعني بأنها قد استخدمته ضد الجزائر وإنما ضد جهاز محكمة العدل الدولية. وهنا نصل إلى تناقض بين المؤسسات. كيف يمكن لمؤسسة تابعة للأمم المتحدة أن تصدر قرارا تنفيه مؤسسة أخرى تابعة للهيئة نفسها أي للأمم المتحدة؟ فمثل هذه المفارقة القانونية وكذلك المؤسساتية قد وضعت واشنطن في حرج. هذا هو إذن التفسير الذي يمكن أن نفهمه من خلال القلق الأمريكي. واضح دكتور. دكتور، حتى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قالت عن مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، قالت أنه لا نرى أن المشروع القرار هذا يضيف أي شيء إلى ما لدينا بالفعل، لكننا حسب تعبيرها نشعر بالقلق من أنه سيضر بما نقوم به حاليا على الأرض. دكتور، ما هو هذا الخطر الذي تقصده سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى هيئة الأمم المتحدة؟ تصريحها كان يتكلم على أن مشروع القرار الجزائري سوف يضر بمحادثات غزة، ولست أدري ما هي هذه المحادثات بالضبط، هل هي محادثات أم بالأحرى بمصطلح آخر مساومات؟ هناك مساومات على مستوى إقليم الشرق الأوسط، وهناك مساومات قادها وزير الخارجية الأمريكي بلينكن منذ عدة أسابيع ومنذ بضعة أيام، سواء في لبنان حيث أنه قد ذهب ليساومهم حول أوضاعهم الاقتصادية مقابل أن يهدئوا الجبهة الشمالية، بالإضافة أيضا إلى مساومات على مستوى مصر أيضا، وقد رأينا من قبل أنه تم عرض مشروع اقتصادي ومالي لمصر مقابل أن تقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين. فلذلك الرأي الذي يمكن أن نتبناه هو أن المحادثات التي تتحدث عنها سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة أو لدى مجلس الأمن الدولي هي عبارة عن مساومات أكثر منها محادثات حول غزة. فمثل هذه المساومات تؤدي في نتيجتها إلى تهجير معين للفلسطينيين، بالإضافة أيضا إلى إخضاع المقاومة الفلسطينية
للشروط السياسية التي وضعتها القيادة الصهيونية. إذن فهذه هي الأمور التي يمكن أن نقول عنها بأنها مهددة إذا نجح مشروع القرار الجزائري في وقف إطلاق النار، وليست محادثات غزة، حيث لا توجد محادثات نهائيا بين أمريكا والكيان الصهيوني وباقي الدول الإقليمية حول وقف إطلاق النار ورفع الحصار وتحقيق حل الدولتين. فكل محادثاتهم هي عبارة عن مجرد ضغوطات سياسية أو عبارة عن تهريج سياسي إن صح القول، يطيل من عمر الأزمة وكذلك يعقد الوضع. والدليل على ذلك أنه رغم وصول الضحايا إلى ما يقارب 30,000 شهيد وأكثر من 61,000 جريح، ومع ذلك هذا لم يكن كافيا بالنسبة لمصاصي الدماء الصهاينة سواء في أمريكا أو في تل أبيب أو غيرها من بعض الدويلات العربية القرى الرأسمالية. لم يكن ذلك كافيا حتى يعيدوا مراجعة حساباتهم ويعلموا بأن هذه القضية الفلسطينية ليست قضية عاطفية ولا سياسوية، وإنما قضية تتعلق بمصير العلاقات الدولية ككل. دكتور، من نعم خلال ربما ما طرحتم الآن ألا يأخذنا إلى سؤال آخر، ألا ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تفضل العمل على الملف الفلسطيني مع دول محددة بعينها وترفض أي خطوة من الدول التي لديها مواقف واضحة تجاه الملف الفلسطيني؟ ممتاز، فعلا هذا هو الأمر الذي يحيلني إلى طرح بعض النقاط. النقطة الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها تحاول فرض رأي معين، ولكن تجعله كأنه عبارة عن قرار دولي وقرار أممي. فعلى سبيل المثال هي تتخفى وراء ما يسمى بالتحالف الدولي للقيام بمهمات عسكرية وأمنية في كل من سوريا وكذلك العراق وبعض الدول العربية. ثانيا هي تقوم باستقطاب بعض الدول العربية مثل الإمارات ومثل البحرين وغيرها من أجل أن تكون مجرد منصات استراتيجية للقيام بمهام إرهابية تحت غطاء الشرعية الدولية. وهنا يجعلنا هذا الأمر أمام سؤال حرج: هل الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك كما يقال كتحالف دولي، أم هو عبارة عن تحالف غربي تم إعطاء مصطلح دولي له حتى يتم منحه نوع من الشرعية؟ فلذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع تقوم بمثل هذه المهمات، وهي تدرك من الناحية الاستراتيجية أنها تفرض واقعا أحاديا أحادية القطبية على الملفات سواء الإقليمية أو الدولية، سواء الأمنية أو السياسية أو حتى الاقتصادية. فلذلك لا نعتقد نهائيا ولا نؤمن نهائيا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحت مثل هذه القيادة الإجرامية بإمكانها أن تقدم أي حل في العالم، بل يمكن للقيادة الأمريكية أن تركز فقط في أزماتها المحلية سواء المتعلقة بتكساس أو بقضايا الرئيس السابق دونالد ترامب أو كذلك الحساسات السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين حاليا، قبل أن يحاولوا أن يظهروا أنفسهم بأنهم يحلون أزمات العالم بينما يزيدونها تعقيدا فقط. ولا أدل من ذلك من المهمات الأخيرة التي قامت بها القوات العسكرية الأمريكية في العراق وكذلك في سوريا حينما قصفت وقتلت تحت ذريعة أنها تحارب الإرهاب. دكتور، نعود إلى الدور الجزائري. ربما من خلال ما تقدم، هل يمكن أن نقول أن هذا يؤكد التأثير الجزائري في مجلس الأمن دكتور؟ نعم، الدولة الجزائرية تؤثر في مجلس الأمن، والدليل على ذلك أنه في أقل من 10 أيام استطاعت أن تستصدر قرارا بمنع تهجير الفلسطينيين التهجير القسري، وهذا القرار الذي لم يكن طيلة سنوات وسنوات. في بضعة أيام استطاعت الجزائر أن تقنع كذلك مجلس الأمن الدولي أن ينتقل من حالة الجمود إلى حالة الحركية، والدليل على ذلك أنها هي أول من دعا إلى تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باتخاذ التدابير المؤقتة والفورية لكبح العدوان الصهيوني الإرهابي على الفلسطينيين. فلذلك لو ندقق جيدا ونقارن سنجد أن الإمارات كانت لسنتين كاملتين في مجلس الأمن الدولي لم تعمل على إصدار أي قرار ولا طرح أي مشروع ولا أي موقف. ها هي المغرب كذلك على رأس
اسمه مفوضية أو مجلس حقوق الإنسان عفوا في الأمم المتحدة، هل يا ترى حقوق الإنسان تشمل الفلسطينيين أم لا تشملهم؟ وإلا فكيف نفسر عدم إقدام القيادة المغربية رغم أنه تمتلك هذا المقعد في مجلس حقوق الإنسان على عدم تقديم أي مبادرة ولا طرح أي مشروع، رغم أنه الأمر بالعكس بالنسبة لنا كأفارقة الأمر أصبح فرصة لنا، سواء بالنسبة للجزائر على مستوى مجلس الأمن الدولي أو جنوب إفريقيا على مستوى محكمة العدل الدولي أو بالنسبة للمغرب أيضا على مستوى مجلس حقوق الإنسان. ومع ذلك هذه الدول لم تقم بأي شيء، أقصد المغرب والإمارات حينما تبوأت مناصبها من قبل، بينما جنوب إفريقيا حركت محكمة العدل وحركت الرأي العام العالمي، وها هي أيضا الجزائر تحرك مجلس الأمن وتعمل جاهدة على مجابهة القوى العظمى كلها وكذلك حتى التنسيق فيما بينها. وأعتقد بأنه فعلا إذا لم تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو في هذه المرة فهذا يعتبر انتصارا ليس فقط للدبلوماسية الجزائرية ولكن لكلمة الحق في العالم بأسرها.